حياكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من عيش الدور. طبعا الإثارة والتشويق والأكشن متواجدين في حياة الشباب ويختلفون من شاب للآخر. بعض الشباب الإثارة والتشويق عندهم أنهم يصعدون العراقيل، يصعدون السيارات على العراقيل، البعض الآخر التطعيس في البر، البعض الآخر أنهم يلعبون بالجيت سكي في البحر. لكن توصل الإثارة والتشويق والأكشن أنك تسبح مع قرش، وأكبر قرش في البحار والمحيطات وهو الحوت، حوت القرش. فهذا طبعا قمة التشويق والإثارة والمتعة والأكشن. بعد اللي سبح وياها القرش شاب عماني، دعيناه وكلمناه وقلنا له يجي يعيش معنا الدور، وراح نسوي المغامرة والأجواء اللي عمره ما شافها ويحلم فيها ويعبر أكثر فيها عن شغفه بالمغامرات والإثارة. وخلنا الحين نتعرف على الضيف اللي جاي ويانا، جاي خصيصا من مسقط في عمان إلى دبي ليعيش الدور ويانا اليوم. حياكم الله، معكم نوح الجابري من سلطنة عمان، بالتحديد من مسقط. عمري 23 سنة، شغال في أمن السلامة في أحد الشركات النفطية، أعزب لحد الحين ما متزوج، والله ما لي رغبة في الزواج، لأن هذا السن سن المتعة والمغامرة، ونعيش حياتنا ونفكر بعدين في المستقبل أن نتزوج. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. هواياتي البحر وأعشق التصوير والمغامرة والاستكشاف. أنا أعشق البحر لأن من يوم كنت صغير أحب البحر. البحر شيء جزء من حياتي، شيء كبير في حياتي البحر. والوالد الله يعطيه صحة والعافية علمنا على البحر وكلمنا على البحر. اليوم طلع فيلم قراصنة الكاريبي، أنا كان عمري 9 سنوات بين 10 سنوات، وعشقت الشخصية جاك سبارو، وبصراحة هو اللي حببني في البحر. من كثر مغامراتنا الناس تسألني ليش تقحم من فوق الجبل وليش تغوص مع الويل شارك وليش كذا، بس نحن حابين نوصل الصورة والفيديو هذا عن طريق التواصل الاجتماعي، عن حبنا للبلد وحبنا للمغامرة والاستكشافات. حلمي الحين في الحياة المغامرة، إن شاء الله بعد 10 سنوات راح أغير الحلم، يمكن بيكون جزء من حياتي المغامرة، والجزء الثاني الكبير أكون ملاح أو قبطان إن شاء الله. جيت لدبي لأعيش الدور وأعيش المغامرة وأشقي للمحركات وأجرب الدراجة. كان في معاي دراجة من فترة، وجيت أعيش الدور أني أسوق الدراجة مرة ثانية أعيد ذكرياتي. نوح الجابري حياك الله. الله يحييك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أسفرت ونورت بوجودك والله. طبعا أنا جاي خصيصا على أساس أقول لك أنك أنت راح تكون ضيفنا في عيش الدور في هالحلقة إن شاء الله. أدري أنا كلمتك وأنت في عمان وتحمست أنت وايد أنك راح تيجي دبي وتشاركنا في عيش الدور. صح والله، بصراحة أنا واجد متحمس، وكنت أتمنى بأسرع وقت أوصل إلى دبي.
الحمد لله الحمد لله على السلامة. الحمد لله وصلت. إن شاء الله راح تعيش معنا مغامرات وراح تكون أجواء فيها تشويق وإثارة جديدة عليك من نوعها، لأني أعرف كل مغامراتك مرتبطة بالبحر، سواء كان قفز في الماء من مرتفعات أو ما شاء الله في الآخر سباحة مع القرش الحوت. حوت القرش ليش؟ والله هذه منيتي من زمان، كنت أشوفه ونحن طالعين البحر، قلت ليش ما أغوص معه؟ كل مرة تشوفه وأنت طالع البحر؟ نحن مرات نطلع حق الدولفين ونشوفه، والحين سيزن هو حاله، وقلت ليش ما أغوص معه؟ جميل. وقربنا الحياة تقارب، يعني أي واحد يشوف قرش يروح يغوص معاه، هذا يعني قمة المغامرة. طبعا المغامرات الجاية ويانا اليوم مغامرة تتعلق بأنك ما راح تكون ريولك في الأرض أو على الأرض، وما راح تكون أنت في الماء، المغامرة راح تكون في الهواء الطلق ما بين الأشجار، غابة. حلو، أول مرة يكون عندك هالمغامرة. أول مرة هذه المغامرة، وبصراحة أنا متشوق عشان أعيش الدور. خذ معنا المغامرة، تعيش معنا الدور. طبعا نوح، خلال مشوارك في عيش الدور ومراحل عيش الدور، محل إقامتك راح يكون فندق فايف ذا بالم في نخل الجميرة. أول مرة راح تكون في نخل الجميرة طبعا، صح؟ صح. ما عمرك ما نمت فيها؟ ما عمري ما دخلت فيها هذه. حتكون أجواء رائعة، تشويق وإثارة ولكجري وفخامة، هذا كله راح يكون معنا في عيش الدور. ومجهزين لك طبعا فقرة خاصة بالمحركات، لأن أعرف أن عشقك للدراجات النارية راح يكون في فقرة خاصة نسترجع ذكرياتك. جاهز؟ جاهز. نروح لأولى محطات عيش الدور. أولى محطاتنا راح تكون المغامرات، من خلال المغامرة اللي قلت لك عليها راح يكون مغامرة ما بين الأشجار في الغابة. فقبل ما نروح المغامرة لازم نروح محل إقامتك في الفندق. راح نبدل، راح تبدل أنت وراح أبدل أنا، وبعدين نطلع على مردف، منطقة مردف في دبي، على أساس نروح حديقة مشرف، لأن حديقة المشرف فيها هذه المغامرة تحديدا في مردف. خلينا نروح الحين نبدل في الفندق وبعدين نطلع على المغامرة. خلق سرينا؟ سرينا سرينا. حياك الله. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. وبعد ما شاف نوح محل إقامته في مشوارة ويانا، ما كان في وقت يرتاح بعد الرحلة البرية المتعبة من مسقط لدبي، لأنه كان لازم يتجهز ليخوض أولى المراحل في عيش الدور. اهلا اهلا، مرحبا. اهلا شباب، كيف الحال؟ اهلا شباب، اخبارك؟ شرفتوا. اليوم ويانا نوح، ضيفنا من مسقط تحديدا، من عمان. اهلا اهلا نوح، الله كيف الحال؟ الحمد لله تمام. جاي من عمان، هو كله شغف ويبي يعيش الدور، لكن كل شغفه ومغامراته مرتبطه بالبحار، بالاسماك، بالقفز من فوق المرتفعات. فشو ممكن نقدم له اليوم في افنتورا من خلال الغابه والاشجار، وشو ممكن نقدم له كمغامره اليوم؟ هو جيت عندنا المكان الصح لمغامرات في الطبيعه. في عندنا 5 مسارات لكل الأعمار، ولكل عمر طبعا بيكون بالنسبة له في مغامرة، في مجازفة بتصير بصعوبة وعلو أكثر وأكثر. حلو. أول مرحلة بمسار أفنتورا، نجتاز جزء منه، هو في توازن، في عضلات شوي. ثاني شيء منروح على الإكستريم اللي هو أصعب شيء. أول شيء قفز الطرزان. طرزان. طرزان. هتعيش دور الطرزان. عيش دور الطرزان. هو فعلا تطلع على العلو وراح تقفز 25 متر مع الحبل. حلو. اوكي. وثالث شيء في عندنا بنسميه بالانجليزي بارت،
بارت كروسينج. انا خليك منطلق بروحك تسوي الهرنس وانا راح اشوفك من تحت واحاول احمسك واشوف اذا كنت راح تقدر تسويها ولا لا. نشوف طرزان نشوف. ليش ما دي معي؟ لا 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 انت 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 جرب انت يا انت مغامرات تي خلينا انت اللي راح تعيش الدور. حلو ايه هنا عشان تعيش الدور. عيش الدور معي. لا انا عيش الدور من تحت انت راح تعيش الدور. اوكي خلينا نروح بس الكاربت ويروحوا يجهزونك بالسيفتي. حلو يلا روح تفضل. يلا تفضل. نوح هلا قبل ما نطلع على المغامره ما احنا نعمل مع فرانك وبليندا نتحضر. بليندا بتحط لك حزام الامان. حلو. وبعد ما نخلص نطلع مع فرانك اللي هو الكوتش الترينر هنعمل بعض التدريبات قبل ما نطلع على المغامرة. تمام مستعد يا بطل؟ مستعد. أنا جاهز. Okay, so before we start the activity, we're going to give you a bit of a briefing just to teach you how all the equipment works, right? Okay. You've got two pieces of equipment on your harness. The first one is your pulley. You're going to use that for the zip lines only, all right? Second set of equipment you've got is your carabiners, right? You've got two of them. One is closed, got a U shape like that. Other one's open. See the little red arrow over there? It lines up with the little red magnets all over the circuit. So you just stick it on, okay. Pull it straight down, and it will close, right? Once that one's closed, you can open the other one up. It's got a golden button at the back. Push it all the way to the top. Flick it open with your finger, right? So as long as this one's open, this one cannot open, all right? So you have to close it onto the magnets before this one will release, okay? Okay, now you're ready for the adventure. Let's go. Let's go. Keep going. Don't worry about the rope. Just keep climbing. Don't worry about the rope. The rope will follow you. Grab the handle. Perfect.
تجربة مواقف غريبة والتكيف معها ومعايشة أجواء مغامرة جديدة كانت هي الأهداف الأساسية من جعل نوح يخوض تحدي بدني شاق عبر الأشجار. كانت اللياقة البدنية وعدم الخوف هي مفاتيح نوح للتغلب على المصاعب في هذه المغامرة. ليبرهن نوح أن مجابهة أخطار ومصاعب الحياة قد تكون عبر الجرأة في اتخاذ القرارات واتخاذ الرياضة كأسلوب حياة. Right, now you're connected up. You're going to be Tarzan and you can do a swing. Nice loud shout as well. Okay. Right. صراحة المغامرة واجد حلوة وانصحكم تجربوها. وأول مرة في حياتي أجرب هذا، صح كنت أغامر، حسيت نفسي كأني طرزان. حياكم نوح الجابري. حياك الله. حياك الله. طبعا احنا شفناك في المغامرة أفنتورا فوق الشجر بين شجرتين زيبلاين طرزان أكثر من مرة، شفناك اليوم بمغامرة رائعة بعيدا تماما عن أجواء البحر والقرش والأشياء هذه. خبرني كيف إحساسك؟ والله بصراحة إحساسي شيء جميل. أنت بعيد عن البحر. بعيد عن البحر وبين الغابة مر، تحس نفسك كأنك طرزان. طرزان. يعني طرزان، تحس نفسك طرزان، شيء عجيب. بس ما شاء الله لياقتك روعة. لا الأمور طيبة، عادي عندي عيد من أول وجديد. واو ما شاء الله. يعني حماس بصراحة حماس فل. الحين ما رح نوقف الحماس، رح نروح لمرحلة ثانية في عيش الدور. المرحلة الثانية طبعا هي العناية الشخصية، بنروح الصالون. قبل ما نروح الصالون لازم نروح السبا. السبا انت جربت سبا قبل؟ لا. السبا طبعا مكان الناس حسب انه هو للدلع، على الرفاهية، الناس تروح تتدلع، الناس الفاضية ما عندها سالفة ما عندها وقت. لكن السبا ليه اكثر من فايدة، مو بانك بس تروح تضيع وقتك، لا. لكن الحين خلينا نروح نتعرف على السبا، وبعد السبا نروح الصالون. ما اعرف شو راح يسوي في شعرك، لحيتك يضبطوها، وبعدين حتكون نهاية اليوم الأول. لكن خلينا الحين نروح للمرحلة الثانية وهي العناية الشخصية. جاهز؟ سرينا 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 سرينا. حياك الله. ركز فيها، احسبها خطوات ونفذها بالظبط. حلو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفتونا. معانا نوح اليوم الجابري جاي من عمان، هو ضيفنا في عيش الدور. اول مره يجرب السبا، ما جربه ابدا السبا، واليوم سوى فيزيكال اكتيفيتي، يعني اكتيفيتي كان له علاقه بالمغامرات، طلع ونزل وسوى زيبلاين وتسلق، وكل هذا اكيد بياثر على عضلاته. فشو ممكن نسوي له ريكفري في السبا العضلات؟ طبعا ريكفري للعضلات. وخلينا ايضا نتعرف على الفوائد الخاصه بالسبا. بالتأكيد. أهلا وسهلا، أول شيء أهلا بيك مرة تانية، وأنت أكيد في المكان المناسب، أنت موجود معنا في السبا. وفي الحقيقة عندنا حاجة سبيشل جدا ومن الأماكن المخصوصة عندنا، ده بنسميه الكوارتز بيت. الكوارتز بيت في حد ذاته experience لحاله، يعني حتى لو ما سويت تريتمنت معاه هو experience لحاله. الكوارتز بيت سميناه كوارتز بيت لأن احنا زي ما شايفين الكوارتز الحجارة الأجزاء الخاصة ديت مخصوصة heated بدرجة متوازنة، بحيث لما انت بتكون موجود على البيد اتسلف بيكون الجسم بياخد الستون بتاخد وضع الجسم، وبيحصل كمان ريلاكسينج من السرير، وفي نفس الوقت بيحصل بروجرام اندرنيز من تحتك خلال المساج، بيحصل موجات هوائيه زي الجاكوزي بس عن طريق الستونز الصغيره ديت، عشان تعمل لك ريلاكسينج. يعني فيك تيجي ان انت تعمل الاكسبيرينس بتاع البيد لحاله، او نقدر نعمل التريتمنت. اي تريتمنت نعمله النهارده هنجرب تريتمنت مخصوص
اللي هو الكريستال بولز. كمان حابب اضيف ان السرير نفسه فيه مرحله اسمها زيرو جرافيتي، يعني during the treatment، اثناء التريتمنت السرير زي ما انت شايفه بينزل، بتحس ان انت طاير في الزمن بالظبط كده، بنقول كده بنوصفه للجسد بتاعنا ان انت بتحس ان انت طاير، لكن استرخاء شديد للغايه، بتبدا في ديب ريلاكسنج، وفي نفس الوقت بنبدا الكريستال بولز اللي حابب اعرفكم عليها. الكريستال بولز ديت مليانه بالطاقه، فاحنا عندنا تريتمنت سيجنيتشر تريتمنت، طبعا البولز دي بتبقى هيتد بشكل مقنن وورم، هي وظيفتها ان هي بتدي بوزيتيف انرجي وطاقه ايجابيه للجسم. جميل. كمان بنحط بعض الحجاره المخصوص على الشاكراز. خليني برضو اعرفكم ايه الشاكرا. الشاكرا اللي هي مراكز القوه او مراكز الطاقه في الجسم. حلو. بنوزن الطاقه، بنديك ديب ريلاكسيشن، فانا باكد لك ان انت هتستمتع بالتريتمنت ده، هتستمتع بالسرير، وان شاء الله يكون يومك سعيد وتنبسط معنا، فانت بتاكيد ان شاء الله تستمتع بالتريتمنت ان شاء الله. وانا راح اخليك الحين اول شيء بس لازم تروح تبدل ملابسك، تلبس الروب الخاص بعمليه السبا. انا بترايك برا على اساس بعد السبا نروح للصالون. حلو. نعدل الشعر واللحيه ونشوف كيف الفيشل ممكن يسووه لك في الصالون. اوكي. حلو. يلا تمام. شكرا. عفوا. أقرب للسبا، وأنا أعظم أوقاتي في البحر وفي البر وفي الشمس. وبصراحة الزيوت اللي عندهم واجد مفيدة، وأنا كان عندي تشيكن بوكس، كنت أستخدم الأدوية على تشيكن بوكس جفف الجلد. وبصراحة جيت هنا جربت الزيوت اللي عندهم، رطبت الجلد وتحس بريلاكس والحياة يعني غير. إن شاء الله بنقرب تقربة السبا مرة ثانية. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street by the side of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took. عصام حياك الله. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. أهلا وسهلا فيك. طبعا ويانا نوح جاي من عمان، واليوم كان يعني من الصباح طلع خير. وهو في مغامرات وتشويق وإثارة وأكشن وطلعات ونزلات، في الآخر آخر اليوم ختمناه بالسبا، ونبي نختم أيضا بالعناية الشخصية عن طريق المظهر وتغيير المظهر وإضفاء اللمسة الخاصة بصالونكم الجميل لوجهه الرائع هذا. فشو ممكن نسوي له بشعره؟ تشرفونا. ولحيته تعرف مثل ما أنت شايف يبي يخبي شعره. ليش تبي تخبي شعرك؟ خلاص شعره تكرم عينك. شو راح ممكن نسوي له؟ هلا أول شيء بدنا نبلش نعمل له شوية تريمينج لشعراته ليبينوا شوي، نعمل له ريستايلينج. اوكي. نشتغل له عن السايز شوي، نشوف من فوق شو بده ونظبط فيهم، وبعدين نرجع نعمل له شيء حلو بدقنه. خليه كم نهار وعم يضحك ومبسوط. خلي ستايله يعني حيكون. طيب يلا تفضل. تفضل. نايمان الله ينعم عليك. صراحة التجربة صالون ولا أروع. الواحد شيء جميل إنه يغير من شعره، من قصته، من لحيته. يعني الصالون بصراحة بشكل عام ولا أروع. هذه الحلاقة أول مرة أحلقها في حياتي، وحلقتها في دبي، وحلو واحد يعيش الدور. صباح
صباح الخير. اليوم وصلنا ثاني يوم من عيش الدور. الواحد لما يصحى من النوم يشوف هذه المناظر الجميلة، والواحد لما ينهض يشوف البحر يرتاح. وأنا تعودت على البحر، يعني أنهض من النوم أشوف البحر قدامي، وحتى جيت دبي وشفت البحر قدامي، بصراحة شيء رائع. مهما كان يختلف المنظر بين دبي ومسقط، لكن يبقى البحر مكانته خاصة عندي. سريح لا سلام على الطعام. مخبارك انت؟ مخبارك شخبارك؟ تمام تمام. كل شيء اوكي؟ عساك مرتاح؟ الحمد لله. وصلت؟ الحمد لله. انت بعد وصلت؟ انا موجود. نوح الجابري خبرني، ليلتك الاولى كانت في دبي بعد سفر ومغامرات وبعدين صالون وسبا، خبرني كيف كانت ليلتك الاولى؟ ليلتي الاولى والله تعب تعب، الطريق والزحمه. ايه لكن الصراحه استمتعت. بعد عشت الدور. عشت الدور اهم شيء، انك استمتعت. عشت الدور استمتعت يعني. كنت انا ما توقعت انك راح تتعب بهالشكل، وما توقعت ان ممكن في نهايه اليوم تنتهي يعني، بس ما شاء الله يعني كان التعب حلو مثل ما انت قلت. صح والله، من بعد تعب رحنا للسبا. ايه جميل، اهم شيء استمتعت. هذا شيء ثاني. مشوار عيش الدور ما خلص وياك، المرحله اللي راح تكون نبدا فيها اليوم الثاني من عيش الدور راح تتعلق بشغفك، حبك لجاك سبارو، حبك للمياه، حبك للبحر. راح يكون عندك جلسه تصوير خاصه على طريقه جاك سبارو وعلى طريقه عيش الدور. انا متشوق اني اعيش دور جاك سبارو. اكيد قرصنتي قريبي. اكيد اكيد، يمكن سبحان الله في دقيقه تحول مثله جاك سبارو. اي نعم. الحين راح نشوف، بس خلينا نخلص الفطور لانك بعدك ما افطرت. خلص اكلك وبعدين طالعين على جلسه تصوير خاصه بجاك سبارو معك انت. شو رايك؟ سرينا. يلا سرينا. ما تبقى اكل؟ بناكل خفيف ونروح نستعجل احسن. يلا تفضل هنتأخر. كمل اكلك. تفضل. مشكور. الله يسبك. سبقتك سبقتك. صباح الخير. صباح النور. في الاخبار تمام؟ الحمد لله تمام. الاخبار الحمد لله احنا بخير. اليوم ويانا نوح الجابري ضيفنا من عمان، وهو شغفه حبه بالمي والمغامرات المائيه، ونبي نسوي له فوتو سيشن از جاك سبارو. اهلا وسهلا حضرتك في المكان المناسب. بلو كوز دايفنج سنتر دبي هو المكان المناسب. هتبدا معانا من الصفر، حتى لو ما عملتش اي خبره قبل كده تبدا معانا برنامج اسمه بادي ديسكفر سكوبا دايفنج. هنبدا الاول في الفيديو روم، نتفرج على فيديو سيشن صغير، هنعمل شويه ثيوري سيشن صغير، وبعد كده هننزل البول سيشن مع الانستراكتور بتاعك. انا راح اخليك مع بشيرك في الكورس، وراح اتفرج عليك يوم نشوف الفوتو سيشن خاص بجاك سبارو وقرصنتي الكاريبي هنا في هالمكان الرائع. الحين بتبدا الكورس صح؟ تبدا قوي. يلا بينا. تفضل تفضل بروحك. تفضل. حلو قوي. دلوقتي هعرفك على المدرب بتاعك. هتبداوا بالجزء النظري وبعد كده هتنزلوا المسبح مع بعض. ان شاء الله. جاهز. صباح الخير كابتن محمد. صباح النور كابتن نوح. كابتن محسن اهلا بيك. كابتن محسن المدرب بتاعك النهارده. كابتن نوح الايدل بتاعه هو جاك سبارو البايرت المعروف، وهو عايز يعمل فوتو سيشن زي جاك سبارو بالظبط. جميل. مستعد؟ مستعد. جود لك. حياك. عندنا نظري وفيديو وعملي وموال، عايزك مركز معايا. ان شاء الله. جاهز؟ تمام. يلا بينا. يلا نروح. Show, feel me with love forever. I
زي ما شفنا في الفيديو دلوقتي هنبتدي نشرح بعض المعلومات البسيطة جدا اللي هتساعدك في المية. طبعا احنا اللي اتفرجنا عليه ده الفيديو بتاع Discover Scuba Diving، ده برنامج استكشاف الغوص من بادي وهي اكبر منظمة غوص عالميا. عندنا منظم الهواء او الريجليتر، وده زي ما انت شايف خارج منه 4 خراطيم. بعد الريجليتر عندنا هنا البي سي دي او الآلة اللي بتتحكم في الطفو بتاعنا تحت المية، دي اللي بتكونكت كل حاجة مع بعضها. وانس ان انا دست على الزرار الاحمر البي سي دي ده بيتملي هواء، حبيت افرغه عشان انزل تحت المية بدوس على الزرار ده، تمام؟ الماسك اهو لابسي اللي دخل جواه مية. كل اللي انا محتاج اعمله ان انا بقف في شكل عمودي زي كده، برفع راسي شوية لفوق، بضغط على الماسك من هنا فبالتالي بيترفع لمسافة قليلة من تحت، باخد نفس وانفخ من الانف بشدة، المية اللي جوه بتخرج وبيحل محلها هواء. محمد وش اسوي في هذا الكتاب؟ هنعدي على 9 أسئلة موجودين معتمدين على اللي انت شفتهم في الفيديو دلوقتي، وبعد كده هنملى الجزء المختص بالميديكال فورم and that's it. تمام، لو عندك اي استفسار تاني تفضل قوله لي، اي سؤال، لو ما كانش نبتدي نعبي الفورم وندخل على الاسئله. وريني شطارتك بقى ان شاء الله. تمام. دلوقتي يا نوح نفس السكيلز اللي شرحناها هنطبقها في حمام السباحة. حلو. عايزك تفتكر دايما never hold your breath. حلو. احنا مش بنعمل free diving، احنا بنعمل scuba diving. تمام. نفس داخل ونفس خارج. هنعمل السكيل، هعمل لها presentation قدامك، بعد كده هقولك تفضل قاعدها انت ورايا. حلو. ركز فيها، احسبها خطوات ونفذها بالظبط. حلو. تمام؟ تمام. تمام. Forsaken spit of land, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. اليوم راح اعيش شخصية جاك سبارو والمدرب عسل، ما شاء الله عليه فادنا في كل شيء، والحين راح اعيش الدور.
سبارو شخصيا. تحولنا. تحولت عشت الدور جاك سبارو. شو السالفه؟ حبيت صراحه الموضوع والغوص تحت الماي والتصوير تحت الماي وجاك سبارو. ما شاء الله شعر طول فجاه ايه والله هذا من شاف البحر طار. شفتك بتعاني وانت القبعة تبى تروح والشعر يبى يروح وشي، بس الحمد لله كانت جلسة تصويرية رائعة. صح؟ الحمد لله تغير فيها جو شوي. تغيرنا الجو صراحة شوي. وعشنا الجو جو صراحة تحت الماء عالم ثاني طبعا. وهي طبعا تجمع ما بين شغفك وحبك لجاك سبارو وشغفك ايضا للبحر والمحيطات. احنا جمعنا لك اليوم في هذا الباكج الخاص بجلسه التصوير، وان شاء الله تكون استمتعت فيها. الحمد لله شيء جميل صراحه. احنا محطاتنا بعدها مستمره في اطار الشغف واطار الحب اللي انت عندك واطار هواياتك. اعرف ان شغفك ايضا يتعلق بالدراجات الناريه، الدراجات البخاريه، وخاصه الهارلي اللي كان عندك واحدة فيها 93. صح؟ 93. وبعتها؟ بعتها وإن شاء الله إن شاء الله في يوم من الأيام بنقرب بنجربها وتجيبها وتشتريها. لكن الحين خلينا نروح لمحطة أخرى في عيش الدور، راح تكون المحطة الختامية لك في مشوارك ويانا بعيش الدور. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بستمتع متحمس صراحة ونعيش الدور مرة ثانية. يلا المحطة الجاية تتعلق بالدراجات النارية تحديدا بهارلي ديفيدسون. سرينا؟ سرينا. يلا روحنا. الدراجة اللي اخترتها يعني؟ هذه الدراجة من كل الدراجات. بس انت راح تسوق هذه الحين؟ اليوم بسوق هذه اليوم. اهلا وسهلا ماهر. اهلا وسهلا فيك. حياك الله. شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. اخباركم؟ احنا الحمد لله بخير. ويانا اليوم طبعا ضيفنا نوح جاي من عمان، وطبعا هو هوايته شغف نوح ان الدراجات الناريه. كان عنده في يوم من الايام هارلي ديفيدسون موديل 93 وباعها وانقطعت علاقته بالهارلي، فقلت لازم اجيبه يوميد بي انه هو يتعرف اكثر ويشوف وجهه نظر مختلفه عن الهارلي، وايضا يعيش الدور اكثر مع جماعتكم والكلاب الهارلي مالكم. اوف كورس وي ويل بي بليست. واهلا وسهلا فيك من عمان. حياك الله. يا هلا. شو ممكن نقدم له اليوم؟ والله اللي بدك اياه حاضرين. تحب تسوق دراجي؟ بتحب تطلع مع جروب؟ اللي انت بدك اياه امر. كله واحد. كله واحد هو عنده هو واحد. طيب ممكن نجمع الاثنين يسوق دراجه بروحه. دفنة. وايضا خليه يطلع مع الجروب، يعني يشوف الجروب اكثر ويتعود على السواقه، واول مره راح يسوق دراجه في دبي طبعا. اوف كورس اوف كورس. ممكن ناخذ دوره ايضا في البغداد كاستمز نشوف الدراجات. اوف كورس ديفينتلي وي كان شو يو اراوند اول ذا موتورسايكلز وي هاف ان هير. حلو. وبالمناسبه بيقدر ينقي بايك اذا بده يسوق تحت حلو. امره ممتاز. بايك بدك اياها وي كان البايك من عند ماهر وتقدر تسوقها بعد يعني سواء بروحك او حتى مع سوري بس انت يعني اول مره بتسوق من ال 93 ولا سوقت مؤخرا عشان نعرف شو نعمل؟ سقط من فتره. هو مواليد 94 93 هو مواليد 93 هو 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 اصغر واحد نشوفه يعني. اوكي يعني ريسنتلي كنت تسوق؟ هي اسوق اسوق كونفيدنت. هي هي نعطيك وحش يعني تسوقه 200 200 خلص تمام صار يعني واضح. زين خلينا ناخذ دوره. اكيد اوكي اكيد حاضرين من عند بيج دادي كاستم يعني بيضبطنا اليوم بيضبطك الدراجه اللي تختارها. تم جاهز؟ جاهز اكيد 200 200 200 200 يلا الليله ليلتك الليله ليلتك تفضل. هاي دراجة تانية موجودة عندنا بالمحل بس هاي مصممة ومصنوعة بأمريكا. أوكي. من شركة اسمها بيج بير تشابرز. اتس تشابر برو ستريت. برو ستريت بيجي الفريم تبعها أوطى من التشابر العادي والريك تبعها أكتر شوي. شورت فورك. فيري ريلايبل بايك يعني بايك فيك تسوقها تستمتع فيها ريلي. كأن فيها لمحات من دراجة الباتمان.
هيك حاسس؟ ايه بدك تكون باتمان اليوم انت؟ ايه لازم اكون باتمان وان شاء الله بسوقها هذه اليوم. ايه هاللي انت اخترتها يعني؟ هذه اليوم بختار انا. بين كل هالدرجات يعني هالحين؟ مش فاهم انا، اول شيء عاج دور جاك سبارو قبل شوي مسوي فيها بايرتس اوف كاريبيان. لا والله. والله. خذونا معكم على البايرتس اوف كاريبيان، خلينا نعيش المغامرة هناك يعني. والحين راح يكون باتمان، انت شو السالفة؟ بعيد ذكرياتي فيها. ايه بتعيد ذكرياتك كلها مع الهارلي ديفيدسون في على هالدراجة. هذه بالاخص ما بنساها. والله هي شكلها حلو امانة يعني، الكروم الموجود فيها واللون هذا انا اول مرة اشوف لون هارلي على هالدراجة. عجيبة بلو فليمز. يعني بذكرني بالسيارات اللاكجري الفخمة اللي فيها ايضا نوع من السيارات الرياضية هاي الفخمة اللي فيها الوان رائعة مش موجودة في اي سيارة ثانية، لكن هالدراجة انا اول مرة اشوف اللون هذا. هالدراجة اللي اخترتها يعني؟ هذه الدراجة من كل الدراجات. بس انت راح تسوق هذا الحين؟ اليوم بسوق هذه اليوم. طيب شو رايك تاخذوه في مع الجروب مالكم؟ تطلع رايد مع جروب؟ ايه جروب. You wanna feel the spirit of the brotherhood؟ معاكم. يلا. يلا. في شابين قاعدين جوا. تعرف. Brothers of us. We can call them. واحد دراجته هون والثاني اعتقد دراجته برا. إذا دراجته برا we can go together. بيطلعوا معاه عادي يعني؟ Yes sure. Why not? Let's see. والله اوكي حيعيش الدور معاك. بنعيش الدور اليوم ويعيشوا معانا الدور. Hey guys, we have a guest here from Oman. He would love to go for a ride. Are you up for a ride? Anything. Yes, your backs are here. Let's go. Let's go, fire up. Rock and roll. وعلى الرغم من عشق نوح لدراجة الهارلي ديفيدسون إلا أن دراجة أخرى من نوع برو ستريت شوفر بشكلها المنفرد ولونها المتميز غيرت تفكيره تماما. السواقة هذه رجعت نص ذكرياتي فيها. الله جميل جدا. ان شاء الله باذن الله ممكن في يوم من الايام تكون عندك دراجة نارية ان شاء الله، وراح تصممها على كيفك وراح تخططها على كيفك. بصممها على هذه. زين نوح، خلال يومين في دبي عيش الدور، شو كانت اصعب المواقف واصعب اللحظات في عيش الدور بالنسبة لك نوح؟ والله هو اللي اصعب شيء الوقت يمضي. الوقت مر بسرعة. الوقت مر بسرعة يعني. هذا أصعب شيء. هذا أصعب شيء عندي، وصراحة استمتعت. وأتمنى أن أعيش الدور مرة ثانية. وشو كانت أحسن الأوقات وأحسن اللحظات وأحلى اللحظات في عيش الدور بالنسبة لك؟ أحلى لحظات دراجة. أحلى شيء البايك. البايك أحلى شيء عندي صراحة شفته. جميل جدا، استمتعت بسواقة البايك. استمتعت صراحة. زين خلينا نعرف شو الشيء والخبرة اللي تعلمتها في عيش الدور. الخبرة اللي تعلمتها في عيش الدور أحلى شيء عندي اللي تعلمته في السكوبا دايفنج. سكوبا دايفنج، أوكي. سكوبا دايفنج صراحة اللي تعلمت فيه واجد أشياء. وعطوني الشهادة. وإن شاء الله عقبالي ليسا. إن شاء الله بإذن الله نتمنى لك كل التوفيق طبعاً. إن شاء الله. لكن الشيء اللي أنت تبى توجهه لكل اللي بيشوفونه حالياً
في البرنامج عيش الدور، شو ممكن تقول لهم رسالة بما أنه كان عندك كلام وايد وتقول أن التعليم كان هدف أساسي؟ صح. والتعليم كان في فترة من الفترات أنت ما ركزت في التعليم، فشو الرسالة اللي ممكن توجهها لكل واحد يشاهدك في عيش الدور؟ الرسالة اللي بوجهها للناس وللشباب، والله الدراسة أهم شيء في الحياة، والواحد إذا في طموحه شيء يبادر ليسويه يحقق طموحه. راح نشوفك في يوم من الأيام ربان قبطان إن شاء الله. إن شاء الله هذا الهدف الأساسي مالك، هذا الهدف الآخر في حياتي إني أكون قبطان. قبطان إن شاء الله بإذن الله نشوفك في يوم من الأيام وتكمل دراستك، لأن عارف إنك انقطعت عن الدراسة والحين تكمل الدراسة في مجال آخر وفي مستوى آخر. شكرا جزيلا. صح. نوح، إن شاء الله بإذن الله درب السلامة لعمان إن شاء الله. مشكور يا أخي في عيش الدور. مشكور وما تقصر. شكرا جزيلا. حياك الله. شكرا. حياك. من خلال مشوار نوح الجابري ويانا في عيش الدور، عبر عن شغفه بمغامرة في الغابات على الأشجار بعيدا عن الماء. عاش إحساس وروح الأخوة لدى راكبي الدراجات النارية أو البايكرز. عبر عن مدى عشقه للبحر وحلمه اللي يلاحقه من الصغر ليكون كابتن أو ربان بحري. ليثبت نوح بأن المغامرات قد تكون أسلوب حياة، لكن يجب أن تدعم بالتعليم والدراسة لتحقيق الأحلام في المستقبل.